مشاهدينا هلا رح نكون مع سيجمنت هيلث، وهالمره رح تكون معنا اخصائيه التغذيه رشال معوض. مساء الخير. هاي ساندرا، كيفك؟ رشال انت اكيد كمان رح تكون عم بتطلع علينا كل اسبوع وتخبر الناس عن كل شيء بهمهم، يمكن بالدايت او شيء خاصه بالهيلث. اليوم شو موضوعنا؟ اليوم رح نحكي على الحساسيه المفرطه للجلوتين، يلي هي اسمها جلوتين انتوليرنس بالانجلش. خلينا نعرف، خلينا نبلش هيك، شو يعني اليوم لما نقول حدا عنده انتوليرنس على الجلوتين؟ هو اضطراب بجهاز الهضمي بيصير عند الاشخاص، وهو كمان له علاقه بالجهاز المناعه كمان بالهضمي. ببطل في عنا امتصاص للمادة اللي اسمها الجلوتين، يلي هي البروتيين الموجوده بالعديد من الاكل مثل القمح والشعير، وهون يلي بيسبب عنا عدم امتصاص مثل ما قلنا للاكل، وبصير في عنا رده فعل كثير سلبيه عند هيدا الاشخاص، ما بقعد فيهم اكيد ياكلوا هيدا الاكل. طيب اليوم لما شخص بيكون عم بيعاني من هيدا المشكله، شو العوارض اللي بحس فيها تيعرف انه انا بلشت عندي؟ اكيد هم بيعملوا فحص تيقدروا يتاكدوا مزبوط. صح، مثل ما قلت ساندرا، هو اكثر ببلشوا بالاشياء منشخص من خلال مثلا بصير عندهم اسهال، بصير عندهم نفخه، وجع بالمصران، حتى من خلال فحص الدم مثل ما قلت بيكون عندهم هدول الاشخاص فقر دم كثير قوي، وبيكون عندهم مشاكل اعصاب اكثر من غيرهم، وهول اللي بنلاحظهم. يعني وقت يكون في عندنا 3-4 مؤشرات من هول الاشياء عند هدول الاشخاص، وبيقولوا لنا مثلا انا كل ما اكل تنقول خبز او كل ما اكل برغل بصير في عندي وجع مصران، بصير في عندي اسهال، وبلاقي بفحصهم انه عندهم فقر دم، فنحن هون بنبلش نشخص هيدا الحاله، ونطلب انه يعملوا للغشاء المعده فحص حتى نتاكد اكثر من هيدا الشغله. في ممكن ناس ممكن تحس يمكن بلاية نفس او ما لها علاقه بهيك، مثلا بس تاكل شيء قمح او حيلا بروتين فيه جلوتين هيك بحسوا بلاية نفس. هي هيدا الشغله مربوطه بضيقه النفس، لانه هول الاشخاص كمان بيصير في عندهم ضيقه نفس كثير قويه، بتحسسهم ايام انه كثير تعبانين، وحتى انه في عندهم هيدا العيان بالنفس، بس هو منه مربوط دايركتلي للعيان، هي اكثر لضيقه النفس اللي بحسوا فيها، لانه هن بيكونوا بعد مش عارفين انه هن مصابين بهيدا الحاله، وبيكونوا عم ياكلوا عادي الاكل الموجود فيهم الجلوتين. طيب وشو الحال هدول الاشخاص يبطل يحسوا بالعوارض اللي عم بحكي يمكن او الاسهال او هلا نحن انا كاخصائيه تغذيه دوري هون انه اعمل لهم نظام غذائي خالي من هيدا البروتين عم نحكي الجلوتين، يعني ممنوع ابدا يكون في بقلبهم، لانه حتى في اشخاص بدنا ننتبه لما يكونوا عم ياكلوا اكل او حدا عم يحضر لهم ما يصير في عندنا اختلاط، يكونوا عم يحضروا شيء مثلا خبز ويكون في رواسب وتكون موجود قلب الاكل، لانه راح تكون كانهم عم ياكلوا من هيدي الشغله، سو بنستبدل الاشياء الموجود فيها الجلوتين مثل ما كنا عم نحكي بالاشياء اللي مش موجود فيها مثل الرز، مثل البطاطا الخضراء والفواكه، وحتى الحليب فينا ندخله. هون بدي اقول شغله، انه الاشخاص اللي ما بينتبهوا لاكلهم واللي بيضلوا عم ياخذوا ما بيروحوا عند حدا حتى ما بيستشيروا اخصائي او طبيب لحتى يرشدهم على هالموضوع، معقول يرجعوا يصير في عندهم كمان حساسيه على سكر اللاكتوز، يعني سكر الحليب اللاكتوز بينتقلوا لمشكله ثانيه. سو هون بنقول للاشخاص اللي عم بحسوا بهيك شغله يروحوا عند اخصائي التغذيه يعالجوها، لانه الاسباب يعني تبعها واضحه بتكون وبيقدروا يكشفوها، بس هن لانه بفكروا يمكن الاسهال عم بيصير من شيء ثاني. طب رشال اليوم بس تتبعوا هيدا الدايت اللي هو خالي من الجلوتين ممكن يصحوا او يخف، يعني يقدروا يرجعوا ياكلوا الاشياء اللي فيها هيدي الماده او لا؟ هون بترجع لكل شخص وحسب قديش هن رده فعل الجسم عندهم، بس بالمبدا اكيد اكيد على فتره كثير طويله بدنا نمنع الاكل اللي يكون موجود، يعني حتى بنطلب منهم انه بنعلمهم نحن بالكلينك عندنا كيف يقروا الليبل الموجود على الاكل حتى ما يكون موجود فيه ابدا ابدا جلوتين، وهلا اصلا صار في خبز جلوتين فري، صار في اشياء حتى باستا معكرونه صارت موجود فيها الاشياء اللي فيها من ذره، صرنا اكثر متطورين عن قبل كانوا يتعذبوا اكثر لفتره كثير كبيره. بنرجع اذا بدنا فيه تدريجيا، ولكن هون بتفرق من شخص لشخص، في ناس ابدا ما فيهم يتبعوا، يعني بهذه الحاله ما فيهم ابدا يزعبروا، مش مثل الواحد عم يعمل دايت عادي، هون اصعب، يعني هون حاله حساسه اكثر من انه واحد بس عم ينزل وزنه، لانه هون صار عندنا مشكله صحيه اكثر من انه بس زياده وزن وبدانه. ثانك يو رشال، بتحبي بعد تضيفي شيء؟ لا بدي اقول ثانك يو، يلا بشوفكم نيكست اذا الله رد. ثانك يو سو مشاهدين هلا رح نتوقف مع تشالنج.